فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الجواب عن الأدلة التي فيها إثبات أن الموتى يسمعون وقد استمسك بها القبوريون؟ ولا سمعوا عادي، ولو سمعوا ما استجابوا، ما استجابوا لكم. الله قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن لا فائدة من دعائهم وهم لا يستجيبون. نعم، لكن هؤلاء يأخذون جزءا من الآية أو من الحديث ويتركون، يأخذون الذي لهم ويتركون الذي عليهم، وهذه عادة أهل الضلال، كما قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون ما يصلح لهم بزعمهم ويتركون ما يخالفهم، ويتركون ما يبين الذي أخذوه من المجمل أو المتشابه، يتركون. هذه طريقة أهل الزيغ. نعم.